هي اكس لارج. انت بتلبس ايش؟ تقريبا اكس لارج. لا مركبة بولو. ألف مبروك. 50 شيكل. 50 شيكل حبيبي. مشكورة جدا. ايش هذا؟ نفس هاي؟ نفس. ايش نفس؟ هذه نفس الماركة، نفس الشركة. ايش في علم اسرائيل بتبيع قاعد؟ صوت علم اسرائيل؟ لا بلوزة انا ببيع بلوزة. ايش البلوزة؟ ايش عليها بلوزة؟ انا ببيع بلوزة. ايش ببيع بلوزة؟ بتبيع وطن قاعد. ايش هذا؟ ببيع وطن. بتبيع وطن. لمين هاي؟ ايش اللي بتعمله هذا يا رجل؟ مش هيك، كلمة هيك على الارض. اقلع بلوزتك روح. اقلع بلوزتك. اقلع البلوزة. عليش عجبك؟ على اسرائيل عجبك؟ حلوة طبعا. ايش اللي بتعمله هذا؟ روح اقلع بلوزتك يا رجل روح. انا عجبك. روح اقلع بلوزتك. يخرب بيت، يا عمي روح اقلع البلوزة. ايش مرتنها يا عمي؟ انت بتبيع في وطنك قاعد، روح عيش في اسرائيل، ما تعيش شان عنا. انت مش عايش، روح عيش، اطلع روح. انت من ايش معصب يا استاذ؟ يعني ايش؟ ايش هذا؟ ايش هذا؟ ايش اللي بتبيعه هذا؟ ايش شو هذا؟ ايش في يا اخي؟ الله ما في عم تبيعهم كل. روح ايش بستنى؟ اقلع ارميها على الارض وادهك عليها، ارميها برجلك. يلا روح يا حبيبي. انت لشو معصب؟ كيف ايش معصب؟ الزلمة مو مقتنع فيها. ايش انت مقتنع فيها؟ استنى شوي. فيش مقتنع. ايش حل الجوزك؟ انت شو انت شو انت انت شو يا زلمه؟ انت شو 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 يا زلمه؟ انت مالك؟ انت شو دخلك فيه يا زلمه؟ انا اللي مالي. خلص انت ايش الحل هي على الارض؟ هل هي على الارض؟ هل هي على الارض؟ خليها على الارض. اقلع بوستك يلا بسرعه. شو دخلك فيه يا زلمه؟ يلا اقلع بوستك. قفل محلك وروح، روح بيع وطنك بعيد. وين هذا صاحب المحل؟ هذا هذا الكاميرا خفية. هذا الكاميرا خفية. هون في كاميرا. أنا بقول شو صار في البلد. هون في كاميرا حبيبي، وهون في كاميرا.